ما بين 6 و8% من الصغار اللي أقل من العمر متاع 4 سنين في العالم الكل عندهم حساسية أو أكثر من حساسيات الطعام les allergies alimentaires. الأسباب متاعهم جنرالمون تكون جينيتيك و انفيرومنتال زيد. مثلاً الصغار اللي مرضوش رضاعة طبيعية حصرية هما أكثر عرضة للي زالرجي alimentaires. الصغار زيد اللي دخلت لهم الماكلة قبل وإلا مخر برشا بارابور للوقت اللي لازم تدخل فيه الماكلة هما زاد عرضة أكثر للزاليرجي أليمنتيغ. أكثر أنواع حساسيات الطعام المتواجدة في وسط العالم الكل ومن بينهم تونس هما أليرجي أو غلوتين، أليرجي أو لدفاش، أليرجي للعظم، حساسية زادة على أنواع معينة متاع غل ومتاع فواكه جاف. والأعراض متاع الحساسية تنجم تظهر بطريقة غبيت، يعني يدوبك الصغير ياكل حاجة معينة أوتوماتيكمان تظهر عليه الأعراض، كيما تنجم تكون غوتاغي يعني عادي حتى بعد 6 سوايع وإلا أكثر. الأعراض هذه تنجم تكون باينة على الجلد، معناها حمورية، حكاك، نفاخ شوية في البوم تاعنا، كيما تنجم تكون ديجستيف، يعني شوية وجيع في المعدة، دياغي، دي فوميسمون، وتنجم تكون كاريمون على التنفس نتاعو. الصغير اللي عنده حساسية من الطعام، جينيرالمون يكون عنده تيغان فافورابل لحساسيات أخرين أو مشاكل نفسية أخرى. هذاك علاش إذا كان ريت علامة من العلامات اللي كنت نحكي عليهم أو رياكسيون أنورمال الماكلة معينة، إلفو ميو ديريكتومون نمشيو لأن سبيسياليست وإن شاء الله لاباس.